بعد ما اتكلمنا على الامبيجوس جرامر، النهارده ان شاء الله هنتكلم على السي اف جي. ايه هي السي اف جي؟ كونتكست فري جرامر، اللي هي ايه؟ تعالى نشوف، عندي فاينايت اوتوميتا بالشكل ده، عايز احولها للكونتكست فري جرامر سي اف جي. هيعمل ايه؟ هيبدا اول حاجه من الستارت سيمبل، بدا من الستارت اللي هي ايه، وليكن اسمها اي زيرو، اللي هي الاي زيرو اللي هي اللي جوه هنا الستيت دي، سميناها ديت اي زيرو. يقدر يروح لنفسه بايه؟ ادي هي الايه اللي هي لفها لنفسه ورجع للاي زيرو، يبقى الايه في الاي زيرو. اور يقدر يروح بالبي لنفسه تاني، البي في الاي زيرو. اور يقدر يروح للاي وان بقى، يقدر يروح لها من خلال ايه؟ من خلال الايه اللي عندي ايه، وبعد كده الايه كابيتال وان. بعد كده نيجي بقى عند الستيت التانية اللي هي ايه، يقدر يروح للاتنين بايه؟ ببي. ادي الاي وان، يقدر يروح للاتنين بايه؟ بالبي، يعني اللي جنبه، اللي جنب الستيت ديت الايدج اللي هو اللي بيكون موجودة على السهم. بعد كده الاي تو تقدر تروح للتلاتة بايه؟ ببي. الاي تو تقدر تروح للتلاتة ببي. بعد كده في الاخر دي بتبقى موجودة عندنا اللي هي ايه، الاي تلاتة اللي هي الفاينل، يعني تقدر تروح للابسو. وتوضيح بس، هو ممكن يجي يقول لي ايه، انا عندي، احنا شرحنا ايه الريجولار اكسبريشن اللي هو فوق هنا، ده اول حاجه دوت الريجولار اكسبريشن. بعد كده الفاينايت اوتوميتا، بعد كده هنا ايه اسمها سي اف جي كونتكست فري جرامر. استنى اكتبها لك، سي اف جي ده كونتكست فري جرامر، نكبرها كده تمام. فانا ممكن يجي يقول لي ايه، من كونتكست فري جرامر هات لي الريجولار اكسبريشن، من ثلاثة هات لي اتنين، من سي اف جي هات لي الريجولار اكسبريشن. فهعمل ايه؟ هل اقدر اجيب السي اف جي من، هل اقدر اجيب السي اف جي على طول للريجولار اكسبريشن؟ لا، اعمل ايه؟ احول دي، او احول سي اف جي لفاينات اوتوميتا، وبعد كده فاينات اوتوميتا احولها للريجولار اكسبريشن. ده بس توضيح قلت افهمه لك، بحيث لو جالك سؤال بكده توضيح. بس تاني، السمول هنا ديت الايدجز اللي بتبقى موجوده على الاسهم، اللي هي الاي والبي دي الموجوده على الاسهم. الكابيتال اللي هي اي 0 واي 1 الحاجات ديت اللي هي الستيت اللي هي جوه الدايره، سواء هي 0 ولا 1 ولا 2 ولا 3 وهكذا، فاهمني. وفي الاخر الابسلون ديت بتحطها من عندك اللي هي الفاينل، تقدر تروح الابسلون. الابسلون عامل زي محدد ضرب وجمع زي ما قلت. بس كده، كان فيديو النهارده حبيت اوضح لك ايه هو سي اف جي كونتكست فري جرامر. بس كده كان فيديو النهارده، ما تنساش give me thumbs up and peace out.